يا ترى انت فين يا حبيبي؟ انجي بتدور عليك. رحت فين يا علي؟ انجي بتدور عليك. خير يا تيتو؟ الاستاذ علي راح. راح فين؟ راح في الوباء. علي مات يا خالة، قصدي يا كوكي. يا حبيبتي يا حبيبتي، فلا الله على فالك يا استاذة انجي. ايه، ما انت اللي قلت راح في الوباء، يعني هو عايش؟ اكيد عايش. علي عايش يا كوكي. يا انجي ايه النكد اللي انت فيه ده؟ طب بتعيطي علشان ميت وفهمناها، بتعيطي كمان علشان عايش؟ ايوه، دموع الفرح يا روحي. بقول لك ايه، انت اول ما تشوف علي جاي علينا تيجي تجري طيران تقول لنا. ليه يعني؟ لازم تقول لنا وخلاص يعني، ما يصحش برضه يشوفها وهي بتعيط. أيوة. مهما كان دي طليقته. لا يا استاذه، انا ما بنقلش اسرار، استغفر الله العظيم يا رب. عايز على اخر الزمن ابقى عصفوره؟ لا طبعا يا تيتو، استغفر الله العظيم. لا مش اخلاقك ابدا. عشان كده خد ال 50 جنيه دي. اول ما يجي الاستاذ علي حاجه ندهلك على طول. حمامه؟ لا، عصفوره. يا اختي سيو 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 سيو. بعدين بقى في اليوم اللي مش هيعدي ده، لسه برضه علي ما ظهرش لحد دلوقتي، وانا بعد الزفت ايده يقلب عليه الدنيا، مش عارف راح فين. صراحة أنا خايفة عليه أوي يا أستاذ جميل، يكون حصل له حاجة. بس أنا كمان خايف. يا سلام يا أستاذ جميل، يا سلام، ونعمة أخلاق رئيس التحرير اللي بيخاف على زمايله. فعلا. مين قالك إن أنا خايف على علي؟ أنا خايف على عدد الجرنان اللي هيطلع بكرة ومش لاقي حد يراجعه. يا سلام، ونعمة الأخلاق الواطية. فعلا. بتقولي حاجة يا إنجي؟ لا ابدا، ربنا يخليك لينا يا فندم، ربنا يهدك. قادر يا كريم؟ فعلا. لا بصي، خلاص انا ركزي معايا. في ايه يا انجي؟ بس هعمل خلاص، مش هعرف اكتب الموضوع ده. انا هروح لاستاذ جميل، يا اما يديه لحد تاني، يا اما خلاص بقى انا مش هقدر اكتبه. روحي يا حبيبتي، روحي، عندك حق طبعا. وبعدين انت في ايه ولا في ايه؟ الله يكون في عونك، دماغك يا حبيبتي اكيد مش معاكي. روحي، هروح له وانا هخاف منه يعني؟ هروح. ايوه، ربنا معاكي يا حبيبتي. صباح النور، فين فلوس الجمعيه؟ ما تستهبليش. الو، اي بابا، ازيك يا حبيبي؟ الو. ايوه يا علي، الفرخه استوت. يعني ايه جلعت يا كاميليا؟ تلهط وبس. ده انت تلهط وتاكل وتشبع، ده مش بعيد انجي لو شاف الضفر رجليك بس هي اللي تطلبك للجواز. بجد يا كوكي للدرجه دي؟ طب ايه رايك اجيب ماما معايا وانا جاي ونفاجئ انجي بخطوبه على الضيق كده؟ ايوه بقى يا عم الرومانسي، خطوبه وجواز وشهر عسل، ماشيه معاك انت حلاوه. احنا هنق بقى. بص عليك يا علي، انا برضو انق، دي خطه خطتي. بس بقول لك ايه، انا بفكر بصراحه بقى اصرح انجي لحسن، صعبان عليا قوي. اصل لو صرحتها بصراحه هتفرح قوي. قولي لي بقى، هتعزميني على ايه انا وماما لما نجي لك؟ لا، الحمد لله الولاد كويسين، انا اللي مش كويسه. علي بقى له 3 ايام مش عارفه عنه اي حاجه، ودورت عليه في كل حته ملوش اي اثر. طيب يا حبيبي اوكي، انا هروح من الشغل وبعدين استناك. يلا باي باي، خلي بالك من نفسك. باي باي. ايوه طبعا هعمل لك محشي. امال ايه محشي؟ بس جوزك ده غريب قوي، محشي على الصبح يا. لا ما تقلقش يا علي، هتاكل صوابعك وراه. علي؟ ايوه طبعاً. لا وإيه؟ مامتك كمان عملت لها دكر بطي محشي بالفريك، إنما ما كليتوش قبل كده أبداً. بتكلمي مين؟ استني، إزاي بس يا لولو؟ إزاي أنتوا جايين من اسكندرية وأكيد جايين جعانين؟ طبعاً حسين موجود، دي الأصول. يا عم ولو مش موجود يعني أي مصلحة يا لولو؟ لا كده كتير، لولو مصلحة؟ لا، لازم أعرف بتكلمي مين دلوقتي حالاً.
ايوه لا انا اقصد مصلحه، يعني ان الاكل هيبقى موجود بوفره مش هيخلص، وانت حرام اكيد عايز تتغذى، تلاقيك بقالك فتره طويله قوي ما اكلتش اكله حلوه. بتكلمي مين يا كاميليا؟ ما تعصبنيش. لا دي انجي اللي بتزعق، انت هتوه عنها يا علي. طب يلا سلام، باي باي، سلام يلا. سلام بقى سلام. ايه يا انجي في ايه في ايه؟ هو سؤال واحد ملوش تاني. ايه؟ علي اللي كنتي بتكلميه ده لولو يبقى جوزي؟ لا الحمد لله، برافو عليكي برافو. يبقى علي طليق، يبقى البقاء لله. هنا في مين؟ في مين؟ في كاميليا صاحبتي. لا لا افهميني صح بس ما تفهمنيش غلط. لا افهميكي صح. هفهمك بصي، هو اول امبارح افهميني بس هحكيلكي. فهماكي تعالي بقى معايا. لا لا افهميني. لا 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 هقولك حاجه. كاميليا انت شايفاني؟ بلاش شايفاني، سامعاني؟ صحي الحمد لله. هو انا سامعاك شايفاك ولا معلش يا كاميليا انا اسفه والله اسفه، انا ما كنتش عارفه انك بتعملي كل ده علشان انا وعلي نرجع لبعض، حقك عليا. حرام عليك يا انجي، إذا كنت أنت صاحبته وتعملي فيها كده، أما الجوز هيعمل فيها إيه؟ ده لا يجرؤ، لا يجرؤ يعمل في صاحبتي كده، هو أنا كنت سكت له؟ لو النبي يا أختي، وبعدين يا أستاذ جميل أنا أصلاً ما بقاش فيا حتة في جسمي ينفع يتعمل فيها حاجة. معلش يا كوكي. حرام عليك يا إنجي، حرام عليك، حرامك عليا يا حبيبتي، أنا وحشة. أنت زبالة. أنت اللي زبالة. أيوه عندك حق، أنا فعلاً زبالة. انا اصلا زباله علشان بتدخل ما بينكم. انا مالي انا تتطلقوا ولا تنتحروا ولا تروحوا في 60 داهيه، انا مالي؟ لو قال ايه الشامه واخداني ان انا اعمل لهم عزومه غدا هو وامه عشان يتغدوا قبل ما يروحوا يخطبوها. شفتي يا استاذ جد كنت بجد بجد يعني هو كان يعني هيجي يتقدم لي كوكي؟ يا اختي افرحي يا اختي افرحي يا اختي وانا اتوجعي يا اختي. بقول لكم ايه بقى انتوا الاثنين؟ مشاكلكم دي انتوا الاثنين تحلوها، اتصرفوا والا انا هيبقى لي تصرف تاني وغالبا الرفض. رفض؟ ايوه رفض. لا رفض يا حبيبتي يا انجي. انا هنا يا حبيبتي. حبيبتي يا انجي يا كوكي روحي، ده انا بموت فيكي وانا بعشقك. روحي 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 والله. بقول لكم ايه بقى؟ حبيبتي يا حياتي يا روحي انسي. ما تاخدوا 2 ليمون بقى تروقوا بيه. لا خليهم 1 ليمون 2 شفا. اصل احنا بنحب بعض قوي قوي. موت موت. ربنا فظيع. يلا لا يا روحي انت الاول. لا والله انت الاول. ما يصحش. عشان البطحه يلا عشان نخف بسرعه ياضي. يلا اخويا. لا كده خفيت؟ خفيت. انفخي لي فيها بقى لحسن لسه وجعان. حاضر تعالي.